شوطنا الرابع عشر في تعداد أشواطي هذا المساء الجميل وهذا التحدي المثير مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام في هذه الانطلاقة وفي هذا التحدي نسير لنتعرف على هذه الأسماء المشاركة وهذه الأسماء المنطلقة في هذه الأمسية مباشرة إلى المركز الأول إلى الصدارة الأولى أمجاد لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي سعيد بن فايل بن راشد الزرعي يضمرها بينما المركز الثاني أيضا مخصة تاتي الهجن الرياسة راشد بن محمد بسام المنصوري المركز الثالث الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ومحمد بن عبد الله بن دبيلة من يضمرها ويتابعها أحد شبابنا المضمرين والمتابعين مع هذا الشعار هجن نادي الشبا تصل مع الشاهينية وسالم بن سعيد يضمرها أيضا تدخلت وغيرت إلى المركز الثالث في هذه اللحظات النقلة إلى المركز الخامس المركز الخامس وصلت فيها الشاهينية هجن العاصفة وأيضا هناك غياث الهلالي في عملية التضمير بينما وصلت حدث لسمو الشيخ الهيان بن ذياب السيف الهيان وبركية أيضا الرشيدي يصل في عملية التضمير والتدريب وصلت سلهود الهجن الرياسة راشد بن محمد بالسم المنصوري يتقدم المستحيل أيضا والوصول الآخر من الشاهينية هجن أيضا العاصفة وغياث الهلالي في عملية التضمير والتدريب أيضا وصول جميل ودخول من أيضا انخلي في هذه اللحظات القادمة بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم بن محمد المسافري يضمرها وصلت شاهينية من هجن العاصفة ليتقدم غياث الهلالي بينما الدخول الآخر من هياضة لسمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان ناجم بن علي بن راشد الغيلاني يتواجد في عملية التضمير والتدريب هذه النتيجة وهذا نيدانا مشاهدين الأعزاء من هنا تحول إلى أمجاد أمجاد على الصدارة أمجاد على المركز الأول لسمو الشيخ حميد بن خالد بن حمدان النعيمي السعيد بن فايل بن راشد الزرعي في عملية التضمير والتدريب بينما المركز الثاني الشاهينية من هجن ند الشبا وسالم بن سعيد في عملية التضمير والتدريب نقلة إلى المركز الثالث الواصل الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم ياتي هناك محمد بن عبد الله بن دبيلة في عملية التضمير على المركز الثالث المركز الرابع الوصول من سلهود لهجن الرياسة راشد بن محمد بن سم المنصور يضمرها بينما هناك ايضا تدخلات جميلة للغاية من خلال تواجد الشاهينية هجن العاصفة وغياث الهلالي ما شاء الله هجن ايضا هناك القادمة في هذه اللحظات الوصول والدخول لتتقدم بهذا الشكل الجميل النخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم علي بن هزيم بن محمد المسافري المكتشف يتقدم ولكن هجن العاصفة هجن العاصفة تقدم ايضا كوكبة جميلة من الاسماء المتواصلة على المراكز الخامس والسادس والسابع والثامن ما شاء الله تبارك الله على هذه النوعيات الجميلة التي تقدمها هجن العاصفة على أيضا التحدي المثير في شوطنا الرابع عشر هذه النتيجة وصلت هياضة تدخلت بشعار سمو الشيخ زايد بن هزاع بن زايد آل هيان ناجم بن علي الغيلاني أبو حمد يقدم لنا هذا الاسم ولكن عودة إلى التغيير الذي جرى وطرى في هذا أيضا الأداء المميز وفي هذا التحدي تأتي سلهودة اللي غيرت على المركز الأول من هجن الرياسة المستحيل راشد بن محمد بسم المنصوري يتقدم أيضا من خلال هذا الأداء أيضا ويقدم لنا هذه النوعيات الجميلة هذه سلهودة على الصدارة لهجن الرياسة وبقيادة المستحيل أبو أحمد راشد بن محمد بسم المنصوري بينما المركز الثاني وصلت الشاهينية هجن ند الشبا وأيضا سالم بن سعيد يقدم نوعية فريدة بينما هناك أيضا التحديات من خلال تواجد الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبد الله بن دبيلة وصلت هجن العاصفة القادمة على المركز الرابع الشاهينية
من هجن العاصفة غياث، الهلالي نقلة إلى المركز الخامس، أيضا هناك هجن العاصفة من خلال تواجد الشاهينية على المركز الخامس وغياث الهلالي نقلة المركز السادس، الشاهينية من هجن العاصفة وغياث الهلالي المركز أيضا السابع، الشاهينية لهجن العاصفة وغياث الهلالي المركز الثامن، الشاهينية لهجن العاصفة وغيات الهلالي. هذه النتيجة، ولكن وين الموقع؟ دخلنا الكيلومتر الأخير، دخلنا هذا الكيلو وأمتار الخطيرة، ما شاء الله، تحديات كبيرة وانطلاقات مميزة للغاية. 800 متر، ولكن سلهودة على الصدارة لهجن الرياسة، راشد بن محمد بسم المنصوري، وصلت الشاهينية، هجن العاصفة، هجن العاصفة على المركزين الثاني والثالث والرابع، ما شاء الله، شوفوا التحدي، جولة الأوامر، حرك وروح يلي بالصدارة والمركز الأول، هجن الرياسة وهجن العاصفة على المقدمة على الصدارة على أيضا الانطلاق 400 متر الأخيرة، بدأنا نقترب منها، ومن خلال هذه التحديات شاهينية لهجن العاصفة اللي غيرت على المركز الأول، غياث الهلالي يتقدم على المركز الأول، سلهودة على المركز الثاني لهجن الرياسة، راشد بن محمد السم المنصوري يقدم لنا سلهودة، ولكن الشاهينية في الصدارة الأولى في المقدمة الأولى، تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي على هذا الفوز، تهانينا لمالكي هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، لحظات وصول هجن العاصفة إلى خط النهاية، تهانينا والناموس المركز الثاني وصلت فيه سلهودة من هجن الرياسة، المركز الثالث الشاهينية هجن نادي الشبا، رابعا أيضا الشاهينية هجن العاصفة، خامسا انخلي لهجن أيضا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، تهانينا والناموس على هذا الفوز. لحظات الوصول والإعادة بالتوقيت الزمني مشاهدينا ومتابعينا الكرام، إذا هجن العاصفة من فازت بهذا الشوط حيث قطعت المساواة مشاهدينا الأعزاء في 7 دقائق و31 ثانية، وفاء وتماما وكمالا المركز الثاني سلهودة من هجن الرياسة بقيادة راشد بن محمد بسم المنصوري، تهانينا والناموس 7 دقائق و33 ثانية وفاء وتماما وكمالا، بينما هجن نادي الشباب من وصلت ثالثا مشاهدينا الأعزاء متابعينا الكرام ب7 دقائق و31 ثانية 8 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس.